حتى عالموال تمسي ياسم ظبط حاله شعبه مديون وطفران العطرة عالشعب اللي عايش مذلول بوطنه متابعينا متابعي برنامج على البال على وكالة خبر الفلسطينية، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا. في حلقتنا لليوم رح نسأل عن علاج النفسي والطب النفسي، كيف بيشوفوا الناس، عيب أو طبيعي؟ فخليكم معنا حتى تشوفوا إجابات المواطنين. هلا العلاج النفسي زي أي علاج بالنهاية، الواحد إذا كان عنده نفسية تعبانة أمور النفسية مش بزيادة بشكل طبيعي المفروض يروح على الدكتور. هلا شوي بكون في توب سيكرت بالموضوع إنه ما حدش يعرف انك انت رايح دكتور نفسي، بس اجمالا لا زي اي دكتور. بس هو انا صراحه عن نفسي بشوف ان الدكاتره النفسيه اصلا تعبرين نفسيا من كثر ما بسمعوا مشاكل. طب انت ممكن تتوجه للطب النفسي اذا كان في حاجه؟ صراحه ممكن، ما عندي مشكله اكيد. تشوف ان مواقع التواصل الاجتماعي لها دور في انها تأزم الشباب والجيل الجديد نفسيا جدا جدا لابعد صوره ما تتصورها. ليه؟ لانه انت صار الطفل الصغير بيعرف اكثر من الكبير، لانه السوشيال ميديا على قد ما هي مفيده على قد ما احنا بنروح على الاشي اللي ما في فايده. لا اشي طبيعي عادي جدا. بشوف ان الجيل الحالي بيعاني من الاكتئاب اكثر من غيره. بكثير خصوصا انا. ليش؟ طيب ليش يعني شو الامور اللي بتخليك تكتئب انت كمان؟ ليش اجاوب؟ ليش اجاوب؟ تحط الجوله نفسي. نحكي عن الجيل كجيل، شو الاشياء بتحسها اصعب؟ وهذا الوضع المحيط والاحتلال وتبعيات ذلك بياثر علينا كشباب؟ اكيد كل الاسباب هاي اكيد بتاثر على الشغله. بتشوف ان المحيط لحد الان متقبل موضوع العلاج النفسي ولا لسه ينظر للي عنده تعب نفسي اكتئاب هذا الامور لانه مجنون؟ لانه متقبل عاد، اغلب الشعب متقبل، مش اي مشكله عند الشعب. عالبال يا وطننا ماشي الحال وتعودنا، عالبال يا وطننا ماشي الحال وتعودنا. الله يرضى عليك، احنا يا اخوي فيش احنا مجانين يا اخوي ولا شيء، شعب ساق سليم يا اخوي، مالنا؟ مش ليش تخاف المجانين؟ اذا انت بتحكي مجانين منها لسه انت مش متقبل الفكره. لا اكيد العلاج النفسي عادي، حدا يمر بازمه نفسيه، يمر باكتئاب مثلا، بعدين فانت تحاج لحدا يسندك في هاي الفتره، تروح لمختص، تشوف انه موجود الاشي عندنا وانه لسه مش ما فيش هاي الثقافه. والله يا اخوي هاي فيش عنا، انا ما عمريش سمعت عن هالثقافه عنا هذه، وروح على دكتور نفسي ومش نفسي. فيش عنا شعب مرتاح، ما فيش بديش مرتاح من اي ناحيه؟ من جميع النواحي يا اخوي. يعني هل بتشوف ان وجود الاحتلال بياثرش على نفسيتك؟ لا يا اخوي بيزيد معنويات الشعب اصلا. الوضع الاقتصادي؟ الوضع الاقتصادي اكيد، الوضع الاقتصادي منهار. بياثرش على نفسيتك؟ بياثر، بس انه مش بتطلب ان دكتور نفسي او انك تروح تتعالج. انه العلاج النفسي لا هو عيب ولا هو حرام. يعني عندك مريض نفسي مثلا عندك ذو احتياجات خاصه، يعني احنا يعني ممكن حدا يمر في ازمه نفسيه، يمر في حاله اكتئاب، تشوف انه طبيعي يتوجه للعلاج النفسي ولا لسه المجتمع مش متقبل الموضوع؟ لا طبيعي، هسه عندك منه يعني عندك للشخص، يعني في ناس بيستحوا وفي ناس عادي، بس انا بحكي لك انه عادي الشيء، انه الشيء طبيعي جدا. يعني عندك مثلا واحد راح على علاج نفسي لازم انه يعني لازم يتقبل. انت الان حكيت انك انت طالب توجيهي ثانوي العام، صحيح. بشوف ان مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اثرت على نفسيتك وتخليك تحس حالك انه مثلا في ظل العلامات اللي بتشوفها او الاشياء المعينه اللي بتشوفها؟ والله شوف، هسه اذا انت كنت مدمن عليها اكيد بتتاثر على نفسيتك وعلى وقتك وعلى دراستك وعلى كل شيء. اما اذا كان في عندك فترات دراسه وفترات يعني لا مش كتير بتأثر. كل بني آدم ممكن إن يمر مراحل علاج نفسي لازم يمر فيها صراحة، إذا كان مريض نفسيا سواء من أي مرض، من أي حالة نفسية. شوف المجتمع بتقبل الموضوع ولا لسه صعب وبيحطك في زوايا معينة؟ شوف إحنا المجتمع عندنا بصراحة سيف ذو حدين، في إشي إيجابي وفي إشي سلبي. يعني إذا كان الشخص ممكن يمر في حالة نفسية مثلا الاكتئاب، الضغط أو أي شغلات تانية، ممكن في ناس بيزيدوا عليه وبحسسوه إنه بالوحدة، إنه هو شخص وحيد وإنه بعدوا عنه والأمور هاي كلياتها. وفي ناس واعيين صراحة ممكن إنهم يعالجوا الأمور أو يتعاملوا معها
بحسب هو شو طبيعة الوضع عنده. كيف بتشوف الوضع في فلسطين؟ هل ممكن يحفز التوجه للاكتئاب او للتعب النفسي في ظل وجود احتلال والتضييقات اللي بنشوفها بشكل يومي؟ اكيد مريت عن حواجز واشياء صراحه كثير. هذا شيء مفروغ منه، بس يعني بعد نحكي الشعب تاقلم صراحه. يعني بشوف انه لا، هم متعودين انه اليوم اغلاق بكره فاتحين، اليوم صار في حاجز مش عارف وين. بالنهاية الشعب تأقلم، بالعكس بوقفوا بصير وزع بعض، ما هذا معه حلو هذا معه عادي، بس هو بيأثر. طبعا بيأثر، بالنهاية انت عم تعيش ضمن بيئة مغلقة، سجن كبير، بس يمكن في مصاري في غلاء. بتشوف ان مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا فتحت اكثر مجال ان الواحد يتأذى نفسيته او تتعب نفسيته ويدخل حالات اكتئاب؟ بالعكس، انه ساعد الناس، انه تساعد الناس اللي عندهم هاي الاحتياجات الخاصة والمرض النفسي. بس مثلا انت بتمر في ازمه نفسيه، تفتح الانستغرام بتلاقي حدا من اصحابك والله في المالديف، في انطاليا، في مش عارف وين، حدا جايب سياره، حدا ناجح، وانت مثلا راسم. ليش مش بازمك نفسيا؟ بلا والله مزبوط مزبوط. انت كشاب كيف ممكن تعمل عشان تحمي حالك من الاشياء؟ برضه ليش اجاوب؟ عمركش مريت في ازمه وحسيت انك بحاجه لحدا ينتشي لك من من من, من سواد مش عارف شو؟ اسمع بس اكيد، بس انت ما انا اكيد عنا الشعب الفلسطيني ماخذ فكره انه اذا روح لدكتور زي مثلا انا اول ما جيت سالتني كنتك مجانين ومش مجانين ونفسيه ومريض. احنا هذا اللي بتكبلش الشعب هذا الحكي، انه على طول بقول لك انا مش مجنون يا عمي. انت ممكن لصاحبك، احنا شعب اصحاب وكمجتمع علاقته قويه في بعض، نسايب وقرايب، بيجي لصاحبه بيجي لنسيبه بيحكي بفضفض، اما مش لدكاتره اللي عاد الشعب بيمشيش عنه. على البال يا وطننا ماشي الحال وتعودنا، على البال يا وطننا ماشي الحال وتعودنا. الواقع الفلسطيني ككل بيعزز من حالة الحاجة إلى العلاج النفسي، وجود احتلال والشهداء اللي بنشوفهم والاقتحامات والاعتقالات وكل هذه المواضيع. والله نص نص، يعني مش أحكي لك إنه كتير، لا نص نص. ليش نص نص؟ شعبنا هل هو قادر أو متعود أو كيف يعني؟ يعني هو قادر، بس إنه مثلا بصير يحكوا هاي هذا يعني يروح شوف هذا بتعلم نفسه مش عارف شو هذا بأخذ علاجات نفسية، بصير يعني يستهزئوا عليه. فهمت علي؟ فهذا اللي بيدفع إنه الشخص إنه ما يروحش يعمل علاجات نفسية وإلى آخره، عشان ظل المجتمع. تشوف إن مواقع التواصل الاجتماعي حاليا بتعزز من الأزمات النفسية للشباب خصوصا بالجيل الصغير؟ يعني مواقع التواصل الاجتماعي لما يشوفوا أشياء مثلا مش عايشينها، حياة مش عايشينها. شوف احنا فلسطين بشكل عام يعني الاكتئاب سابقين العالم ب 13 سنة في النسبة هاي صراحة. سبب الاحتلال؟ يعني اسباب كثيرة، يعني الشعب الفلسطيني مر بكثير من مراحل عن جد صعبة على الفرد. فالظروف ممكن المعيشة والاجواء الوضعية اللي بيعيش فيها الشخص هاي بتشكل نسبة كبيرة في الوضع النفسي والضغط النفسي للشخص، ممكن تؤديه لضغوطات نفسية ممكن تؤدي إلى الاكتئاب، وهذا إشي كبير خاصة عندنا في فلسطين. فمواقع التواصل الاجتماعي بتعزز من هذا الإشي، ممكن من خلال الشعور بالوحدة، متابعة الأخبار، ممكن مثلا مجموعة أشخاص إنهم مكتئبين، الأمور هاي كلها بتجسد نمط سلبي عند الشخص ممكن إنه يحس بهذا الشعور. متابعينا متابعي برنامج على البال على وكالة خبر الفلسطينية، مع هاي الإجابات بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، واستنوني أنا بها بركات في مواضيع جديدة وحلقات جديدة، وإلى اللقاء.